السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهاردة فيديو مختلف. النهاردة ان شاء الله هفك النيش اللي قدامكم ده، شايفين؟ هفك النيش ده كله ان شاء الله. طبعا مش انا اللي هفكه، وهنزل كل اللي فيه ده وهنغلفه مع بعض، وهوريكم ازاي ان شاء الله تفك النيش او العفش عامه من غير نجار، وتقدري تغلفيه في بيتك من غير ما تحتاجي لشركه شحن، تقدر تيجي تغلفهولك وتنقلهولك. انا ان شاء الله هنفكه علشان هنقل اوضه السفره من الشقه هنا، هوديها شقتنا في البلد ان شاء الله، علشان عندي الشقه هنا ضيقه، وانتوا عارفين طبعا بنجهز دلوقتي. اهو شايفين الجمال، والله طالع من عيني، بس يلا ما علينا. هننصبه هناك ان شاء الله. فهننزل بقى كل اللي فيه ده، كل الاطقم اللي فيه، وكان فيه هنا هو رف اتكسر اخد عين، فعشان كده هنزله. فان شاء الله دلوقتي هنفكه مع بعض. هشيل كل اللي فيه الاول وهرصه هنا في الصاله، لانه هو محطوط عندي في الريسبشن مع الانتري، بس الانتري مكركب من الحاجه اللي بنعملها. فهننزل دلوقتي الحاجه دي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض واحده واحده. يلا بينا. ودلوقتي اهو فضينا كل حاجه زي ما انتم شايفين كده، اهو دلوقتي بقى همسح الارفف الازاز دي وهغلفها، هنغلفها مع بعض، وبعد كده نشوف احنا بنفك النيش. ورصيت الحاجه اهي كلها هنا، اهو رصيت الحاجه كلها كده زي ما انتم شايفين. دي قطعه الركنه، عندي في الريسبشن حاطه قطعه من الركنه هنا، الريسبشن عندي كبير، حتى الانتري وقطعه ركنه، وكان شايل لي النيش والسفره، وكمان العسكر بتاع العسكري بتاع اوضه النوم، عشان اوضه النوم عندي ضيقه. اهو اهم حاجه، الحاجه الازايز او الصيني او الارك بايركس، الحاجه اللي انت خايفه عليها تتكسر وانت بتنقلي، حطيها على حاجه سفنج كده زي ما انا حاطه، او على الارض كده زي ما انتم شايفين. تمام، دلوقتي بقى انا همسح كل الحاجة دي ونبدأ نغلفها مع بعض ونشوف النيش وهو بيتفك. ودلوقتي قبل ما نفك الخشب بتاع النيش، بعد ما فضيناه خالص، رقمنا الخشب كده زي ما انتم شايفين، مثلا الجنب ده جنب كده عليه رقم واحد، وده الظهر بتاعه برضو عليه رقم واحد، وهو ده الجنب التاني كده زي ما انتم شايفين. بنرقم ليه؟ علشان لما نيجي نركب نبقى عارفين احنا بنركب ايه على ايه، علشان مفيش حاجة تبوظ، لان طبعا النيش بيبقى كله ازاز، فخسارة يعني لما يبوظ والحاجة تتكسر. تمام، فاحنا رقمنا كل النيش كده، كل الخشب كده. يلا بينا بقى نبدأ نفك الخشب. ودلوقتي بصوا المسمار ده اهو زي ما انتم شايفين كده، اهو ده اللي ماسك سقف النيش بالخشب اللي تحت. تمام، هنجيب بقى مسمار صلب وهنفكه. وطبعا قبل ما تعملي الخطوه دي، لو في حاجه حطاها فوق النيش فوق، تنزليها علشان ما تقعش فوق دماغك في الاخر. اهو بالشكل ده، بصوا المسمار فيه اربع فتحات اهو، بصوا بيتفك ازاي. ربنا يستر ما يحصلش حاجه. فكينا اول مسمار، شايفين شكله؟ نروح بقى الجنب التاني من النيش ونفكه زي ما فكينا ده.
اهو ده الجنب التاني كده من النيش. وعايزه اقول لكم بعد ما بنفكه كده، بعد ما بنفكه كده بيبقى في صاموله للمسمار ده في سقف النيش من فوق، فاهمين؟ طبعا مش انا اللي بفك اهو، خلاص فكناه. هنروح بقى لسقف النيش من فوق خالص ونجيب الصاموله فوق سطح النيش. بصوا جبناها اهي صاموله اهي، ده شكلها بتبقى فوق سطح النيش، خدتوا بالكم؟ يلا بقى نكمل اهو، ده شكلها. بصوا بقى نيجي للضرفة اللي في النص في النيش، برضو فيها مسامير كده بالشكل ده، بنفكها بالشكل ده وبنشيلها. يبقى احنا كده شلنا الثلاث ضرف، واخدين بالكم؟ ده لسه هو ده هنشيله. اهو شايفين دي كده الضرفة اللي في النص، شلنا الضرف اللي على الجنب، ودي الضرفة اللي في النص. وزي ما قلنا نشيل كل حاجة فوق سطح النيش عشان ما يقعش على دماغك، ربنا يستر. مش عارفة ليه انا حاسة ان في حاجة هتحصل. ودلوقتي يا حبايبي بصوا، هنرفع في النيش، تمام؟ الضرف دي جرار كده زي ما انتم شايفين، فاحنا اول ما هنرفع سقف النيش الضرف دي هتقع على دماغنا. فعشان ما تقعش على دماغنا لازم يكون في حد بيسندها لك او كده، تمام؟ لازم يكون في حد سندها لك اهو بالشكل ده. انا طفيت الفلاش. بصوا لازم يكون في حد سند الضرف علشان ما تقعش على دماغنا، تمام؟ يعني حد يبقى بيشيل السقف فوق، حد بيشيل بالشكل ده، وحد ماسك الضرف، شايفين هتقع على دماغنا. فانا هسيبكم علشان اروح اساعده بدل ما تقع على دماغنا بجد. شايفين الضرفه، احنا شلنا السقف اهو وشلنا الضرفه اهو، شايفين شلنا اول ضرفه، والسقف دلوقتي واقف على الجنب اليمين والجنب الشمال بتاع الجنب الشمال بتاع النيش اهو، شايفين؟ بسم الله اهو، ده سقف النيش كده. بنشيل الضرفه، بنرفعه حاجه بسيطه ونشيل الضرفه بالشكل ده. طب والله سهل واسهل من الضرف العاديه، ربنا يسترها. ادعوا لنا بس ربنا يسترها معانا والموضوع ده يكمل على خير ويوصلوا بالسلامه، واحنا كمان نرجع بالسلامه. نشيل بقى تالت ضرفه اهي، شايفين؟ بسم الله يا موسى. طبعا احنا مرقمين الخشب كله زي ما قلنا علشان لما نيجي نركب نبقى عارفين ايه اللي هيركب مع ايه علشان ما نبوظش حاجه. احنا كده خلاص شلنا كل الضرف، هنشيل بقى السقف ونيجي تحت. لحظه واحده اهو، هنشيل السقف كده بالشكل ده، بسم الله. بسم الله هروح بقى اساعده دلوقتي. بصوا بقى دي الارضيه بتاعت النيش اهي، بيبقى فيها مسامير، ده جنب منهم، تمام؟ لو عندك مسمار زي ده كده، مفك زي ده، اوكي هتعرفي تفكي بيه. ده مسمار صلب، تمام؟ لو عندك مسمار زي ده برضو فكي بيه. ادي ده جنب، وهيبقى فيه مسمار تاني في النص، في الضرفة اللي في النص وفي الضرفة الأخيرة. يا رب تكونوا بس أقدر أفيدكم بحاجة في اللي أنا بعمله ده. بصوا بقى زي ما عملنا في السقف، شلنا المسامير كده وكان في صامولة فوق السقف، تمام؟ الصامولة بقى بتاعت المسامير بتاعت الأرضية دي بتبقى تحت النيش، تمام؟ يعني انت بعد ما تشيلي المسامير وتفكي خلاص وتشيلي الأرضية بتاعت النيش هتلاقيها واقعة على الأرض، فانت بتشيلها بسهولة وبتحافظ عليها طبعا عشان لما تيجي تركبي بقى تبقى كل حاجة سهلة ومفيش حاجة تضيع منك.
وده شكل النيش بعد ما فكناه. دي القاعدة بقى بتاعت النيش اهو، زي ما انتوا شايفين هي مطربة اهو بالشكل ده، ودي الادراج بتاعته اهي من تحت. احنا بقى شلنا الجسم، اول ما بتشيلي المسامير اللي احنا شلناها مع بعض بتلاقي كل حاجة فكت من بعضها. الاجزاء بقى الداخلية اللي بتبقى ماسكة الارفف ببعضها دي بتبقى معمولة بمسامير، الحمد لله لقيناها معمولة بمسامير مش بغيرها، فقدرنا ان احنا ايه نشيلها ونفكها من بعض. تمام، دلوقتي بقى هنغلف جسم النيش اللي هو فيه المرايات وكل حاجة، هنغلفه بالكراتين. تعالوا نشوف مع بعض.